خدمات الصحة النفسية أو العقلية لطالبي اللجوء، اللاجئون، المقيمين الدائمين، حاملي التأشيرات المؤقتة أو العوائل. فكر فيما ستفعله إذا كسرت ساقاً. ماذا سيحدث إذا لم تطلب المساعدة بعد إصابة ساقك؟ إلى متى ستتمكن من العمل مع الألم؟ ساق مكسورة؟ ماذا عن حضور الدراسة أو الذهاب إلى العمل أو حتى رعاية عائلتك؟ تماماً كما أن صحتك الجسدية مهمة بالنسبة لك لتعمل وتستمع بالحياة، فأنت بحاجة أيضاً إلى صحة نفسية جيدة. هل تسعى للحصول على مساعدة لصحتك العقلية كما تفعل من أجل صحتك الجسدية؟ كلنا نختبر مشاكل عاطفية صعبة في أوقات مختلفة، لا يمكننا دائماً التعامل في هذه بمفردنا. طلب المساعدة هو علامة على القوة. هذه دلائل على أن الوقت قد حان للتحدث مع شخص ما عن صحتك العقلية أو النفسية. إذا كنت تشعر بالقلق أو الحزن أو الإحباط أو الغضب أو الاكتئاب أو الخدر أو بشكل عام أنت لست أنت لمدة أسبوعين أو أكثر، إذا كنت تعاني من مشاكل في النوم أو آلام جسدية وأوجاع لا يمكن تفسيرها، غالبا ما يكون لديك ضعف في الشهية ونقص في الطاقة، عدم الرغبة في التواجد حول الناس، الطريقة التي تشعر بها تؤثر على قدرتك على التأقلم في العمل أو المدرسة أو في علاقاتك. أين تطلب المساعدة؟ تحدث إلى طبيبك وأطلب خطة الصحة النفسية أو العقلية. ستحتاج إلى طلب استشارة طويلة مع طبيبك لإتاحة الوقت الكافي لإعداد خطة الرعاية الخاصة بك ومناقشة خيارات العلاج الخاصة بك. ستضع أنت والطبيب خطة معا لمساعدتك على التحسن. سيساعدك طبيبك في تحديد الخدمات التي تحتاجها وتحديد الأهداف وتحديد أفضل خيارات العلاج بالنسبة لك. تختلف احتياجات العلاج لكل شخص، قد تتضمن خطة رعاية الصحة النفسية أو العقلية ما يلي: إحالة إلى خبير مثل اختصاصي في علم النفس، جلسات مع أخصائي اجتماعي أو طبيب آخر مساعد. تحدث إلى طبيبك واطلب خطة الصحة النفسية أو العقلية. ماذا لو كنت خائفا من الحديث عن صحتي العقلية؟ لا بأس أن تكون متوترا قبل أن تتحدث مع طبيبك عن صحتك العقلية، خاصة إذا كان هذا موضوعا لا تتحدث عنه كثيرا مع أي شخص في حياتك. إذا كنت تشعر بالتوتر، فقد تجد أنه من المفيد التحدث عن شعورك مع أحد أفراد الأسرة الموثوق بهم، أو صديق أو موظف دعم، أو كتابة مخاوفك المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية قبل أن تذهب إلى الطبيب. إن الإصابة بحالة صحية عقلية لا تجعلك غريباً أو مجنوناً أو مخيفاً. هذا لا يعني أنك شخص سيء أو أنك ضعيف أو أنك لم تعتني بنفسك بشكل صحيح، هذا يعني فقط أنت تعاني الآن من مرض، ولكن مع العلاج المناسب يمكنك التحسن. ما أشكال الدعم الأخرى المتوفرة؟ إذا كنت تواجه صعوبات في الحياة، فقد تفكر في رؤية مستشار أو أخصائي. المستشارون هم متخصصون في مجال الصحة، يتحدثون إليك حول مشكل في حياتك تسبب لك ألماً عاطفياً أو تجعلك تشعر بعدم الارتياح ويساعدون في حلها. يمكن أن يوفر لك المستشار مساحة آمنة أو مكان آمن ومنتظم
للتحدث واستكشاف المشاعر الصعبة. خدمات الاستشارة في جيلونغ: خدمة استشارات اللاجئين وطالبي اللجوء BCYF. يمكنك طلب الدعم العاطفي إذا كنت قد وصلت حديثا أو حتى إذا كنت في أستراليا لسنوات عديدة عن طريق الاتصال ب BCYF على 035-226-8900. يمكن أيضا إجراء الإحالات من قبل أي شخص آخر قد يدعمك مثل أخصائي الحالة أو ممرضة صحة اللاجئين أو طبيبك العام. Headspace: إذا كان عمرك يتراوح بين 12 و25 عاما وكنت تمر بوقت عصيب، فيمكنك الوصول إلى دعم لصحتك العقلية والجسدية بالاتصال على 035-222-6690 أو زيارة أحد مواقع خدماتهم في كرايو، كرايو فيليج الطابق الأول، أو جيلونغ سيتي، يارا ستريت 105. خدمة الصحة النفسية أو العقلية للأطفال والمراهقين CAMHS. يمكنك الوصول إلى دعم الصحة النفسية أو العقلية للأطفال والمراهقين من عمر أقل من سنة إلى 15 عاما على الرقم 4215-8631 وبعد ساعات العمل 1300-094-187. Head to Help: هذه خدمة استشارية عبر الهاتف متاحة لأي شخص يعيش في فيكتوريا. يمكن تقييم الخدمة عبر الهاتف 1-800-595-212. سيطلب منك إدخال الرمز البريدي قبل الاتصال بخدمة الترجمة. يمكنك أيضا الاتصال ببارون هيلث في نورلين على 4215-8065 وطلب دعم الصحة النفسية أو العقلية. خدمات الأزمات: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة فورية، فهناك العديد من خطوط المساعدة الهاتفية التي تقدم الدعم أو الاستشارة في مجال الصحة النفسية أو العقلية على مدار 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. تعد خطوط المساعدة مصدرا رائعا إذا كنت أنت أو أي شخص تدعمه يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية أو العقلية. في بعض الأحيان بمجرد التحدث عن الأشياء يمكن أن تصبح الأمور أكثر وضوحا ويسهل إدارتها. Beyond Blue 1300-224636 Lifeline 1311114 Sane Australia 1800187263 Kids Helpline 1800055100 Suicide Call Back Service 1300-659-467. جميع هذه الخدمات مجانية لجميع المقيمين الدائمين وكذلك حاملي التأشيرات المؤقتة. إذا كانت اللغة تشكل حاجزاً، فيمكن دائماً دعمك بمترجم فوري مناسب. للاتصال بخدمة الترجمة اتصل على TIS 131450. اسأل عن اللغة التي تحتاجها ومزود الخدمة الذي ترغب في الاتصال به. على سبيل المثال Arabic Headspace ورقم الهاتف. لا تحتاج إلى إحالة من طبيب عام للوصول إلى خدمات للاستشارة. كلما تحدثت مبكراً عن صحتك العقلية، كلما حصلت على المساعدة والدعم الذين تحتاجهما سريعاً للمضي قدماً والشعور بالقوة. طلب المساعدة هو علامة على القوة. لأي أسئلة حول خدمات الصحة النفسية أو العقلية أو لمعرفة المزيد حول الدعم المتاح لك، يرجى الاتصال بالعاملين في مجال الصحة النفسية أو العقلية للثقافات المختلفة في دايفيرستاد على
52 600 000 أو مراسلتهم عبر البريد الإلكتروني على janet.moreno@diversitat.org.au melissa.bird@diversitat.org.au.